اما ابتديت الكيرف ينزل ورحت بارنسلي بعد كده مع شويه انتقادات عنيفه من الاعلام الانجليزي والمصري وابتدت الناس تتكلم انه خلاص يا ميدو بطل وحاجه كده، خدت قرار لا من ما حدش نفسك؟ قال خلاص يا ميدو بطل، حدش، بالعكس انا لما بطلت ما كانش حد ابدا متخيل ان انا او يعني الناس انتقدتك، خلينا نقول وزنك الزياده والاصابات الكتير وبتاع، فقالوا لك انه ميدو مش مركز في الكوره، وانت كنت ابتديت الناس تقول بقى ميدو اه مركز في البيزنس ومركز في، ابتدت الاشاعات تطلع في مصر كتير. اسال كده نادر السيد، حازم امام، احمد حسن، عبد الظاهر السقا، عماره، رمزي، وانا عندي 17 سنه طول عمري بقول لهم انا لا يمكن هلعب بعد 30، لا يمكن، انا ما هعتزل وانا عندي تقدرش 30. ولا مش عايز؟ لا لا مش عايز. اه ليه بقى؟ هقول ما اقدرش وانا عندي 17 سنه ليه؟ كده انا كنت يعني عايز ان انا شوف اشتغل حاجه في تانية. كارير تاني، مش خلاص ما بقتش انترستد في الكوره والله خالص، كنتش بالوقت اللي انا قبل ما اعتزل ده كنت ببقى رايح التمرين كاره نفسي ومش عايز اتمرن. في فترة بارنسلي ولا لا لا قبلها قبليها كمان؟ حتى يعني ياه كان عندي خلاص، ما كنتش قادر العب من كوره أول تاني. ويست هام مثلا ولا ويجن كمان؟ لا في اياكس ابتديت ارجع تاني، اه لكن انا مش عايز العب مش كوره، عايز. مش عايز خلاص. بس انت بتقول ان انت حتى مراتك اتفاجئت بقرار الاعتزال، ما عشان مش عشان ما عشان ما استشرتهاش. انت مع نفسك كده ورحت يلا انا خلاص انا انا هبطل. نمت بالليل صحيت الصبح كتبت على تويتر ان انا قررت الاعتزال، بشكر كل الناس اللي ساعدتني في الكارير بتاعي، شكرا، فلقيتها سلام عليكم. لقيتها بتجري على السلم بتصوت انت بتعمل الحق ايه؟ انت اعتزلت؟ قلت لها انا اعتزل. قالت لي انت مجنون، انت تقدر تعمل كذا وبتاع. طب اقول لك ايه، خلاص انا عايز اتغدى بره، سيبك من القصه دي. جامد انت. ماشي، سكتت ونزلت وكلت وخلاص ونسيت. بس قررت انك هتدرب ولا انت ما كنتش لسه عارف هتروح لا فين؟ لا ما كنتش قررت، لا ما كنتش قررت، بالعكس انا رحت بقى ابو غانم بقى كلمني، نصف الخريفي كلمني وقال لي تعالى اشتغل معايا في التحليل. في الجزيره الرياضيه اه وتعالى، وبعد كده ابتديت احلل وبتاع، فجالي الاوفر بتاع الزمالك، رحت رايح الزمالك. بس انت بتلاقي نفسك فين اكتر بعد الاعتزال؟ برضو الواحد بيبقى عنده بقى نفسي في كل فيلز حاجه. كتير. بص كل حاجه بعملها بستمتع بيها، بتحدى نفسي فيها. لما بشتغل في الميديا عايز اعمل ميديا مختلفه وميديا حلوه، ماشي. اشتغل في التدريب بحط قلبي في التدريب كله، احلل لا لازم احلل بشكل مختلف، اوكي مش هحلل كذا الناس تحلل، لا ماشي. لازم اجيب تفاصيل واحسس المشاهد بقيمته ولازم ان انا افهمه ببساطه، ما معقدش الامور عليه. الحمد لله الحمد لله مفيش شغلانه اشتغلتها ما اجدتش فيها الحمد لله. بس لما بتطلع بره ميدو كده وبتشوف ميدو اللاعب، ميدو المدرب، ميدو المحلل، ميدو الاعلامي، بتحب مين اكتر فيهم؟ بحبهم كلهم 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 يعني، بتشوف مين في فيهم؟ كل فتره بص كل فتره ليها حاجه حلوه بتاعتها. ماشي. يعني على حسب انت دلوقتي انت جعان لايه؟ هي دي شخصيتي. اوكي. انا جعان للتدريب دلوقتي هدرب. يعني الموضوع راجع ليك انت في الاول وفي الاخر. طبعا طبعا طبعا. يعني انت حتى تجربه الاسماعيلي انت اللي فتحت الباب لاي حد انه طبعا يتكلم. طبعا طبعا. اوكي. انا اللي كنت عايز ادرب. طب كنت وانت عايز ادرب الاسماعيلي. اه. انا بحب الاسماعيلي جدا. وتجربتك الاولانيه كان كمان صداها طبعا. لا حلو. وبحب الاسماعيلاويه جدا. ناس ماشي. رجاله جدا وشعب طيبين. جدا احلى ناس. والدوري ما ينفعش من غيرهم. طب مش عايز كلام، مش عايز كلام، لكن قصدي ان انت التجارب اللي بتطلع منها، يعني انت تجارب وانت بتلعب وانت بتدرب، في تجارب نجحت وفي تجارب ما نجحتش. التجارب توفيق ايه؟ لا ما فيهاش حاجه خالص عادي. خالص. انت كلنا كده، كل حاجه الحياه كده. كل حاجه بتعملها لازم تعيشها، صح؟ تعيش التجربه، صح؟ وبقول للشباب ما تخافش من حاجه، خد الريسك، خد المخاطره، ايه المشكله؟ ولا حاجه. اسمع ليا مكان صعب وبتاع، لا هروح واشتغل وانجح واموت نفسي وهحارب وهقاتل وبتاع وخليها على الله. حتى لما دخلت في الاجواء بتاعت ان انت مثلا دخلت في خلاف مع حسني اللي هو المعلم في اسماعيليه، حلوه تجربه حلوه، وتقال لي انا يا هو، ورحت انت اللي مشيت، الناس قالت لك اه بس ميدو ما قدرش على الاجواء بتاعت اسماعيليه. لا 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 انا بالعكس، انا من اول يوم الناس بتقول مفيش حد مصري يعرف يمسك الاسماعيلي من بره اسماعيليه الا ميدو. ماشي. خلي بالك الاسماعيليه راح مدربين كبار جد ما عرفوش ينجحوا معاه، لان هو مكان خاص جدا، صح؟ محتاج طريقه معينه. والاسماعيلاويه بيعرفوا كويس قوي مين بيشتغل بقلبه ومين بيهجص عليهم، وهم عارفين كويس قوي ان ميدو اشتغل معاهم في كل يوم اشتغل هناك اشتغل بقلبه. فاهم. بس انت في الاخر قصدي التجارب اللي ما بتنجحش
في اي حاجه بتعملها بحبها جدا. بتقيمها صح؟ بتقيمها وبتعرف اسباب فشلها؟ طبعا بحبها جدا. وما عادي عادي يعني عادي بنشتغل. ممكن تلاقيني بعد اسبوعين شغال في حاجه تانية جدا عايز اجربها يعني بجد. لو طقت في دماغك فكره عايز تعملها. يعني دلوقتي انا بفكر بشكل جدي ان انا عايز ادرس سبورت سايكولوجي وعايز افتح كلينك. بجد عايز افتح كلينك واسمع للناس واسمع للرياضيين اللي عندهم مشاكل وافتح يعني ممكن تلاقيني بعمل حاجات. انت برج الحوت. برج الحوت يعني مش هزار. ماشي.